من بغداد هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية. هبة، يعني هذه هي ثاني زيارة للأمين العام للأمم المتحدة منذ مارس من عام 2017. ما الجديد الذي تقدمه هذه الزيارة في هذا التوقيت تحديدا، واعتبار أن المسألة السياسية قد انتهت ونحن في حقبة مختلفة؟ مثل ما أشرتي يا منى، هذه هي الزيارة الثانية للأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق بعد زيارته الأولى في 2017، حيث أيضا في 2017 بحث الأوضاع الإنسانية والجهود الإغاثية الدولية في العراق. وأيضا يعني كان غوتيريش هو في دور التضامني في العراق، وأن قال أن من المهمات البعثة هي تطبيق اتفاق العهد الدولي مع العراق ودعم البلاد سياسيا، وايضا مواجهه الكثير من هذه الازمات. وايضا يعني جاء الى العراق، وفي زيارته الرسميه هي رساله دعم للعراق في ظل وجود هذه الحكومه الجديده، وامتنانه ايضا للدعم العراقي لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا. وايضا في مؤتمر اخر يعني قال السوداني انه ننتظر دعم من الأمم المتحدة لدعم الإصلاحات الاقتصادية وأيضا محاربة الفساد الموجود في العراق، وأيضا لاسترداد الأموال المنهوبة. وأيضا هناك تحديات في العراق، هي تحديات كبيرة يواجهها، وخصوصا أنه تحديات في موضوع هناك بعض من المواقع المدرجة في لائحة التراث العالمي هي مهددة بسبب شح المياه. وكذلك أيضا ننتظر من الأمم المتحدة دعم الجهود العراقية في هذه المواجهات. وأيضا هنالك أيضا قال رئيس الوزراء العراقي نحن مستمرون في تنسيق لمحاسبة الفاسدين والمحاسبة المجرمين داعش. وكذلك العراق هناك عدة تحديات موجودة، من ضمنها تحديات المناخ وارتفاع نسب التصحر الموجودة، ودور الأمم المتحدة في هذا هو تدعم العراق في هذه الأمور وفي هذه التحديات. وأيضا يعني تعمل الحكومة مع الأمم المتحدة، تعمل على إعداد لمؤتمر بغداد بنسخته الثانية وفق هذه الرؤية الحكومية الجديدة بعد المؤتمر الأول الذي انعقد في بغداد والمؤتمر الثاني الذي انعقد في الأردن. وهناك أيضا نسخة ثانية بينه راح يكون الاتفاق بينه وبين الأمم المتحدة. وأيضا العراق يتمتع بصراحة بثورات طبيعية وبشرية ومواقف جغرافية، والأمم المتحدة تدعم جميع هذه الأمور، وخصوصا أن العراق هو هنالك الكثير من الأماكن الاستراتيجية يتم استثمارها في الكثير من الأمور. وأيضا العراق يلعب دور بصراحة ريادية بين الأشقاء والأصدقاء الموجودين، وخصوصا أن العراق انفتح في الجميع إلى المناطق العربية وحتى الدولية، وحتى يجمع الفرقاء بينهم. ويعني رسالة وجهها أيضا رئيس الوزراء قال إحنا يعني ماضون في إرساء المعادلة الاستقرار في المنطقة والكثير من الأمور التي ستواجه العراق. حتى الأمين العام للأمم المتحدة قال أن يعني مستعدون لدعم هذه الجهود الحكومة العراقية أيضا في مكافحة الفساد. نعم، أنت تتحدثي الآن عن الأولويات التي وضعتها الحكومة العراقية حول ملفات بعينها أعطتها أولويات، سيكون هناك دعم من المؤسسة الدولية في ذلك؟ نعم نعم يا زميلتي، حتى هنالك أيضا الكثير من الأمور التي يواجهها العراق، وهو الفساد مثل ما قلت ونوهت على الفساد المستشري في جميع دوائر الدولة، هو من ضمن منهاجه الحكومي حكومة محمد شيع السوداني. وأيضا حي الأمين العام للأمم المتحدة الدبلوماسية العراقية على أساس أنه تكون هي مستضيفة لجميع دول الجوار وحسن الجوار، وأيضا العراق هو مهم ومركزي في دعم جميع الأمور. نعم بشكرك شكر جزيل زميلتنا هبة التميمي مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.